طبعا هسه حاليا في منطقه العوجه بشارع المياه بالشارع اللي صارت به الاصابه. هسه حاليا قاعد نعقم السياره اللي نقلوا بها الحاله. طبعا الحاله صارت امس الساعه بالثنتين، نقلوها للمستشفى ولحد هسه ما حد اجى خذ باقي افراد العائله. هنا اخو المصابه ويعني اي اخوي، ما حد جاكم لحد هسه؟ اي ما حد اجانا، امس اخذت الحاله بالثنتين الظهر بحصول المستشفى بالخصيب، فرسلونا للمستشفى الجمهوري. بحصول اخذت لهم فراس البارحه طلع بيها هذا المرض الفيروس. يا حتى المستشفى قلت لهم عائلتها شلون؟ قلت لهم فرد بطعني شلون؟ ينب علي الدكتور يقول لي والله اللي يطيح جيبه، يعني حكي هذا اللي يطيح جيبه. وهسه لحد الان شفت عينكم ماكو. زين هسه باقي العائله اكو عليهم اعراض؟ عندهم اعراض، عندهم بالخمس نفرات عندهم انفلونزا قتل. ولحد هسه ما حد وصل؟ لحد الان ما وصل لهم، عندهم اعراض كلهم هسه حاليا. بس اللي رسالة للصحة، يعني بدي ناشد الصحة، يمتى يجون ياخذون هاي الاعراض؟ مو هنا المنطقة كلها عائلة، عبارة عن عائلة واحدة وكلهم يختلطون سوا، إذا ما ياخذون المصابين شلون؟ يعني كل احنا عمام سوا، كل احنا عمام، واحد طبع الثاني، زين لا اجت الصحة لا اجت شيء. يعني كارثة، يعني كارثة صحيح في المنطقة. كارثة يعني المنطقة منطقة كلش كبيرة بها أعداد، يعني ما يقارب ال 400 500 شخص. إذا ما اجوا الصحة يعني راح ينتشر المرض بشكل كلش كبير، فاحنا اللي نريد ان الصحه تتوجه لهم. بس اذا تجينا الصحه تجينا تبحث، احنا نريد نروح تبحثنا هسه واحد يضل ينتشر الوباء، لازم نروح. يعني خلي شلون ياخذوني؟ يعني احنا نقول دائما الصحه والوزاره يقولون انه ماكو وعي، هذا الوعي عند الناس، هو الناس قاعد تقول لك تعال فحصني، انا عندي اعراض تعال فحصني، دز اسعافاتك، الصحه ما قاعد تجي ولا قاعد تجي المستشفيات.